الكبار بانهم يكبروا الهموس هي انهم يمشيوا للمونديال في افخم الفنادق ويشريوا بطاقات ويدخلوا باغلى الاثمنه ويلبسوا قميص ديال الفريق باش يقولوا هذه هي الوطنيه. حنا وطنيتنا هي هذه، وطنيتنا هي الدفاع عن حق المواطن، هي الدفاع عن حق المواطن البسيط، هي الدفاع عن القوت اليومي لكل عائله وكل اسره، هي الدفاع عن حق كل انسان. نحيي الصحافه الحره اللي كتابع هذا الملف، هو ملف ديال المواطنين اساسا، ملف ديال الغلاء اللي قهر المغاربه، يعني غالبيتهم الساحقه، بحيث ان ذوي الدخل المحدود يعني اصبحوا يعيشون في واحد الحاله، حاله يرتى لها كما يقال. بالنسبه لنا احنا كمناضلين في هذه المدينه وكمواطنين بدرجه اولى، يعني نساند جميع الاحتجاجات اللي كتكون الموضوع ديالها هو الحياه اليوميه ديال المواطن، هو القوت ديال المواطنين. الان هذه الوقفه الاحتجاجيه راها ضد الغلاء وضد ارتفاع الاسعار. احنا نواجه واحد السياسه، واحد المخططات اللي هي خطيره، اللي كتهم القوت اليومي. حنا كلشي المغاربه كنعرفوا ان عندنا انتاج فلاحي فيه واحد الفائض كيتباع على برا في الدول الاوروبيه باثمنه غاليه مريحه بالنسبه للمنتجين، ولكن من حقنا كمواطنين حتى حنا تكون عندنا البطاطا ديالنا والبصله ومطيشه. حنا جينا اليوم نعملوا مظاهره على حساب الاسعار، حنا يلا يكون في العون، هادشي بزاف علينا، كلشي غالي، خضره غاليه، مطيشه 10 دراهم، بطاطا 10 دراهم، حنا شنو غناكلوا؟ كنربح 2000 درهم في الشهر، واش غنعطيها للوالدين؟ واش غتقدني لراسي انا؟ يعني الله يكون في العون. هادشي هذا الطحين غالي، الزيت غالي، بوطه غاليه، بوطه نقصوا منها اصلا، يعني واخا ما زادوش في الاسعار ولكن نقصوا منها في هذيك دياله، بوطه كتقول الشهر كتقول لنا سيمانه دابا، الخضره ما كنقدروش كندوع 20 الفرن، ما كتجيب لنا شي سميكه في يدانا، يعني ما كنقدروش حتى نخرجوا نتسخروا، كنجيبوا كنا كنجيبوا صندوق من الحاجه، دابا كنجيبوا كيلو كيلو من الحاجه، الصراحه اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يعني خصو يشوفوا المنوجات الدرويش مساكن، هاد الناس كاملين مساكن راه ما قادرينش يشروا مطيشه ب 10 دراهم، ما قادرينش يشروا بطاطا ب 10 دراهم، شنو هاد المصيبه هذه؟ يعني شوفوا الحال ديال الناس من الدراويش كاريين 2000 درهم واش غيخلصوا الكرا، واش الموضه، واش المصروف، راه الانسان ما قادرش. حنايا عيينا مهما خرجنا نهضروا، ولا وحنا عيينا ما بقيناش قادرين. اليوم جينا كنتسجوا من هنايا من طنجه على هذا الغلاء اللي كاين، هادشي هذا بزاف علينا فهمتي، الدرويش وصلت لنا العطان فهمتي، شغنقول لك يعني المغاربه كينتظروا من الحكومه تقول تزيدهم شي حاجه، يعني تزيد لهم شي تقدم، شي حاجه يعني شي رخاء مثلا، شي حاجه كتزيد زيار على الدرويش. دابا ماشي هما اللي كينضروا من هادشي هذا، الدرويش هو اللي كينضر من هادشي هذا. المشكل انه هاد الحكومه ما عملت حتى هدف، خصوصا الشباب دابا ملي كيشوف هادشي هذا كيفاش غيسجع يخرج واج، وكيفاش غيعمل عائله اسره. درويش مسكين خرج يسعى، منكر اصاحبي والله الا منكر، ما بقاوش كيحشموا هاد الناس هادو، يعني وصلوا لواحد الدرجه انهم كيستهدفوا القوس ديالهم، يعني حاجه رخيصه، يعني بطاطا وماطيش غنقول لك بصله، هذه حاجه ضروريه خصها تكون في كوزينه عندنا حنايا في المغرب هنا. ثاني مره وانا كنجيو لحقاش الاسعار باقا هي باقي كلشي غالي، الصراحه الله ما لقينا، ما عندناش، انا بدا امراه ارمله وعندي جوج بنيتات وما عنديش ما عندي حتى شي مدخول، الصراحه الله قسما بالله ما عندي جوج بنيتات وارمله وما عنديش، كلشي غالي قسما بالله، كندخلوا السوق تنخرجوا كنبكيو مقهورين لا حول ولا قوه الا بالله، مقهورين، الله ياخذ الحق،
الله ياخذ الحق. نطلبوا من سيدنا الله ينصرو، يشوف من حالنا، يشوف من حاله هذا الشعب المغربي. هاد الناس مساكن مضرورين مقهورين، ما حيتنا الكرا، ما حيتنا الموضه، ما حيتنا لهاد الماتيشا غاليه، وهاد رمضان حنا مقهورين ما عندناش لا حول ولا قوه الا بالله. لا الله ياخذ الحق. نطلبوا من سيدنا يشوف فينا، يشوف هاد الناس هادو، راه ماشي لخاطرنا واقفين في هاد البرد وفي هاد الحاله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الله ياخذ الحق. كنبغي نشكر المنبر ديال اليوم 24 على هاد التغطيه لهاد التظاهره اليوم للمرة الثانية على التوالي، الأسبوع الثاني على التوالي كنخرجوا من أجل الاحتجاج على والتنديد بزيادة الصاروخية اللي عرفتها واحد مجموعة ديال المواد الغذائية. اليوم الشعب المغربي ما بقاش كيلقى حتى ذاك بحال اللي كنقولوا ذاك الوجبة وذاك القوت اليومي ديالو، وهذا الشيء هذا نتيجة واحد مجموعة ديال العوامل اللي كنعتقد أنا شخصيا كنعتقد أنه المشكل في التصدير ديال المواد الفلاحية في الوقت اللي جميع الدول كتحاول ما أمكن أنها تحصن القوت اليومي للشعوب ديالها والامن الغذائي، كنلقاو حنا الحكومه المغربيه كتقوم بالتصدير، كتقوم برفع التصدير وتصدير الى اسواق اللي هي اسواق جديده، وبالتالي هذه الاسواق الجديده بحال اللي كنقولوا المنتجات اللي كانت موجهه الى السوق الداخليه اصبحت توجه الى اسواق اخرى. حنا خويا خرجنا اليوم من المظاهرات، ونهار الحد اللي فات خرجنا مظاهره. هاد الشيء المسكين ما مسكين تعرف وصلت له الاعظم. المهم عينا بالصبر على الضو كيجي غالي، ما تيش وصلت 1100 تايل، البطاطا وصلت 10 دراهم، البرنجان وصل 10 دراهم، اللي كنا المسكين كيدي المعيشه ديالو رخيصه، صدقنا حنايا المعيشه اللي هي هذا المسكين ما بقى دابا لا مسكين لا تاجر، كلشي تعوض. المهم رجع كلشي مسكين، كان واحد الطبقه مسكينه واحد دابا رجع كلشي مسكين، ما بقاش شي واحد عالي من الاخر. كاين شي تخفيض اخويا ما كاينش، يمشي للسوق وغتسمع المسائل كيفاش دايره. واخا التخفيض ما كاين بو تخفيض، اللحم باقي 90 درهم، 90 درهم 100 درهم، مطيشه باقي 8 9 دراهم، هذه البطاطا باقي 8 9 دراهم، كيفاش غيعيش هذا المسكين؟ كيفاش غيعيش؟ احتجاجات احتجاجات احتجاجات.